وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. خير يا جماعه؟ والله الحقيقه دكتور احنا بقالنا اسبوعين متجوزين. طب كويس، مبروك ما شاء الله. بس في حاجه كده مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف اقول لك ايه. اقول لك انا يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا لسه بنت. ماشي حنان. فندم يا دكتور. اوضه الكشف. تعالى اتفضل يا استاذ المدام. اتفضل استريح حضرتك وانا اكشف عليك. اتفضل. انا تمام قوي يا دكتور. هنشوف هنشوف ان شاء الله. اتفضل. اتفضلي. اتفضلي يا مدام. يسمع من بقك ربنا. يا باشمهندس. دكتور انا شكلي بقى وحش قوي يا دكتور. قوي قوي قوي. ايه ده؟ ما تقلقش. ايه ده؟ لا يا دكتور انا شكلي بقى وحش قوي 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 يا دكتور. روق روق يا باشمهندس. انا تمام. اكيد طبعا هتعتني. قوي. طب مالك اسبوعين؟ تمام جدا. قوي. تحب تيجي معايا؟ لا 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 توتر بس. تحبي تيجي معايا؟ لا لا لا. طمني يا دكتور. بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. أسبوعين. تقصد ايه يا دكتور؟ هو العيب فيا انا؟ مفيش عيب ولا حاجه. اتفضل استريح. مفيش عيب ولا حاجه. اتفضل. اتفضل. دكتور والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام. تمام بجد بجد حبيبي. صل على النبي يا حبيبي. صل على النبي. ابوسك. صل على النبي. صل على النبي قدامي حبيبي يا دكتور. قوم ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا انا باريزة. ايوه يا زكي رجعت. امال بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا. دكتور هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان. فاضل كام كشف بره؟ 5 بس. لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 الناس اللي بره ملهمش ظهر. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوه؟ يا ريت. هعملها لك بايدي والله مش بايد صلاح. هوا حنان. تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه خير. اللي ناقصكوا انا هكمله بس انتوا تتهيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور. احنا
مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني اطمن عليك احمد. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما اروح اعمل القهوه. يلا من حق افكر. يا سلام، يوم اتنين عشرة براحتي. ومفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس بقى على المأذون يعني ولا ايه؟ اه لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوتة في الدنيا وليها طلبات وشروط. يا نهار اسود، اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانية واحدة. يا تينا، من امتى بتقفل على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبة، مش لازم نحرس. اف الريحة الغريبة اللي في اوضتك دي. ده ريحة ايه؟ ده عمامة غوري تلاقيك مولع حاجة من شوية، انا كنت فاتحة الشباك. عمر اتأخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟ ما انتي ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي. هنام. صباح الخير. فقعتي قلبي. بتكلمي روحك؟ بنتي هنادي، ما تعرفيش عروسها راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي؟ قفشتي. بتزوري عملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه، جرايح يا حبيبتي. عفريت طلع لك من العلبة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسي العفولة يا حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت ده مش فاهمة أي حاجة. دي فضة أصلي، وأنا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا، وبنبيعها للسياح، فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الاول، تاخدي الزبونه باخضر تقلبيه وتلبسيه على انها اثار، برضك تزوير. باخضر؟ على فكره انت بني ادم مش طبيعي، مش طبيعي. على فكره انا بني ادمه، انا واحده ست. كل ده وتقولي لي بني ادم؟ مش طبيعيه على فكره، مش طبيعيه. يوه، على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور، يمكن اخدمك. لمار، انت فين يا بنتي؟ انا داخل عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي، فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي ركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك؟ وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟ بقولك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول، واللي هيبعد عنها هيخش في حيطه سد. كل سد يا حبيبتي وليه خرم، يعمل سرسوق يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن. جن لما يلخبطلك،
بقول لك ايه؟ اوعي تفتكري ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام القلباندا ده يخيل عليكي، لا يا حبيبتي ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع العصر. تينا 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 حبيبتي معلش معلش اهدي، وانت عيب عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. بردون لمار بردون. مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانو 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 على اصلكو بانو. دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه، وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبه السودا، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش الحوض دينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سيبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟ القضبان ليه جميل في رقبة رجالة ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجالة مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حباية كده مخلطة ومتنطورة في البيوت يعني، وإنما إيه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين اتنين. يا ابني أنت فاهم غلط. مش دي الأزمة أصلاً. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكو جايب كاز ومستني يشحن بحباية. خسرتي! انت بتتصنطي علينا يا ولية؟ بتصنط؟ يا عيب الشوم، دي الحارة كلها سمع الحوار كله يا سمك. ايه؟ حارة؟ يا نهار اسود! ايه ده اللي توت؟ انتوا عمركم ما شفتوا راجل؟ امشي يالا! امشي يالا! امشي! تبنى الى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازم رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخى سمها في عبك. على فكره ايه؟ ايه في؟ لا لا مش على فكره. ايه ايه؟ على فكره ايه؟ قول اهو. خلاص البنت اللي قلت لكم دور عليها، البنت اللي مالك ايه دي؟ مشرفها عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عم حافظ. ايه؟ مش بقول لكم، محدش فاهم حاجه. ايه تاني؟ تبنى الى الله. انا مش عارفه عمي بيعمل كده فينا ليه؟ لا 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 مش ممكن، كل ما بيكبر عقله بيصغر، وكل بلاوي ومصايبه بتيجي على دماغنا احنا. كل واحد وحر في حياته بقى يا تينا. ازاي يعني حر في حياته؟ احنا مالنا مال اللي بيحصل ده؟ سيبك من كل القرف ده كله، قولي لي انت عامله ايه؟ انا عامله ايه؟ عامله ايه في ايه؟ حكايتك مع عمر لسه ما اتظبطتش؟ والله انا عملت اللي اقدر عليه. لا تعملي مره واثنين وثلاثه وعشرة. خلاص بقى يا تينا انا تعبت. ده جوزك، اوعي تفرطي في حقك. هو في ايه؟ هو انا داخله حرب؟ انا متجوزه عشان ارتاح مش عشان اتعذب. مفيش حلاوه من غير نار يا لمار. أصلك أنت ما تعرفيش، أنا رفضت عرسان كتير قوي عشان كنت خايفة من الجواز وحيرته ومشاكله ودوامته، ودفنت روحي في قلب شغلي ولقيت نفسي لحد ما الصدفة جمعتني بعمر. حبيت وسلمت، وكان أملي اني ما اجيش يوم وانده. شوف يا لمار، عمر تربيت ايدي يعني ابني، هو مش ملاك لكن برضه عمر مش شيطان، وكان عامل زي كده بالظبط، خايف من الجواز ان يكون سجن، فكان كل ما يجي يقرب يهرب
زي ما انت عملتي مع ابن عمك بالظبط. لكن اول ما شافك رفع ايده كده وقال تبنا الى الله. يا جمال ابتسامتك. ايوه كده، مفيش راجل في الدنيا ابدا يقدر يقاوم الابتسامه دي، وخصوصا من وش طاعم زيك كده. اصل الستات بعد عنك نكديه قوي حوالينا هنا. يا لهوي يا لهوي، الضحكه دلوقتي تجيب عمر ارض ارض. انت غريبه قوي يا تينا، ازاي تقدري ترسمي الابتسامه على وش غيرك وانت جواكي حزن وقلق كبير؟ مين قالك ان انا جوايا حزن؟ احساسي شايفاكي كده لابسه ماسك ومخبيه وراه قلق وحزن، وبتحاولي ترضيني وتهوني عليا. الحقيقه لمار انت تخاف منك. بالعكس، انا بقى اكتر حد في الدنيا ممكن تطمني له. انا متاكده من كده، وعشان كده احكي لك. هي يا ورا، انا حاسه ان الدنيا بتلف دواير ودماغي مصدعه مش قادره. علشان انت مجنونه، ما كانش ينفع تسافري. لا طبعا يا هبله، ازاي ما كانش ينفع؟ السفريه دي ضربت بيها 3 عصافير بحجر واحد. اول حاجه نكدت على ماما، تاني حاجه ضايقت بابا، تالت حاجه والاهم عكننت على عريس الغفله. وعملتي ايه معاهم هنا؟ ولا حاجه، شويه زايق من ماما على شويه شخط من بابا، في الاخر يطلعوا في الحمله ونسيوني كالعاده. ولحد امتى هتفضلي كده؟ يارا بقول لك مش طالبه صداع خالص، خدي لي الجنب لو سمحت. مش طالبه صداع، انا نفسي اعرف اخره اللي انت بتعمليه ده ايه. عارفة يا يارا لما تبقي مكبوتة ومخنوقة وجواكي صرخة نفسها تطلع بصوت عالي مش قادرة؟ اهو كل اللي انا فيه والبلاوي اللي انا برمي نفسي فيها دي هي الصرخة اللي جوايا. مش احسن مطق وموت؟ ما تسيبك من الدراما دي، قوليلي لما شافك عمل ايه؟ اتلبش ولا اجدعها حرامي، اتمسك في اتوبيس عام. ومراته حست بحاجة؟ طبعا حست بكل حاجة، ده غير ان عمه بقى جه معاه واحدة بيئة كده ومعفنة وملبسة كل الحاجة اللي على الحبل، طلعت عينه هي كمان. ده ما كانش شهر عسل بقى، ده كان تأديب وإصلاح للدكتور عمر. بقولك ايه يا يارا، انا عندي صداع ومش قادرة، هنخش نريح على السرير شوية. يلا. عارفة انت لازم تتابعي مع دكتور، بعدين حرام عليك البيبي. اللي هو انت بجد حامل ولا؟ تعالي بس تعالي ادخلي. ايه تليفوني بيرن، ده اكيد مامي بقى واسئلتها اللي تخنق. يا ستي ما تردي عليها، واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا متلقحين في البيت اهو. ايوه يا ماما. ايه ايه ده؟ معقول انت بتتكلم منين؟ انت خرجت؟ طيب طيب انا جايه حالا. باي. حسام، حسام يا عفا خرج بيكلمني من البيت دلوقتي، انا همشي دلوقتي وبكلمك تاني. يلا سلام. تفتكر ان صلاح فعلا يكون معمول لي عمله؟ لا عمل يا قبطان، عمل قصدي عمل يكون معمول لي عمل. اه عمل ولا منظور زي ما قالوا، ولا ممكن فعلا يكون التوبه ما بتجوزش في الساونه زي ما قال الجدع قريبك ده، عمك ده، عم حافظ. لا ده عمك انت. عم انا عمك انت. الدماغ دي. بص يا قبطان، انا عندي حل هيجيب من الاخر. انت تطص وشك بشويه ميه. تطص ايه؟ اه تطص وشك بشويه ميه فتره تفوق على طول. فتره؟ فتره. صدق يا بالي فتره فعلا مش مرتاح لك. الله عليك يا قبطان. يلا ادخل من هنا. لا 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 من هنا يا قبطان. طب غور من هنا. طب ماشي. يلا يلا. ماشي. سلام. يلا يلا. سلام يا قبطان. يلا غور من هنا. ماشي. طب صاحبنا. ماشي. يلا يا ابني. اه قبطان. 60 داهية. هو صلاح اتحول ولا ايه؟ يا صلاح. يا ابو صلاح. انا بريزه. ايه الفصلان ده؟ ايه اللي جاب دول؟ هم مسحوا الكرافيه ده اهلي الارض. هم مين دول؟ مخروسه مراتك والسنيوره اختك. ليه؟ عملت لهم ايه؟ والله ما عملت.
عملت حاجة؟ ده أنا غلبانة ومكسورة الجناح، مني وحدانية وراجلي بعافية شوية. أما هو بعافية، أما هو بعافية، اتجوزتيني إيه؟ حظوظ، حظوظ، وعلى رأي المثل، ده اللي راجل. بقى اسمعي يا بنت أنت. بقى كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايدة، ليه؟ 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 عشان خلاص. أنا مش هغير كلامي، ما عنديش كلام غير اللي قلته. عايزة تتنقلي تاخدي قرشين خديهم وغوري في 60 داهية، غير عن كده ما عنديش. هتقولي لي بقى السي دي الدي في دي، هقول لك خلاص ما يهمنيش، لأن أنا ما يهمنيش غير مراتي، ومراتي الحمد لله تعرف كل تاريخي الأسود من قبل ما أتجوزها. لكن ما مراتك ما تعرفش حاجة تانية يا دكتور، إنها لو اتفرجت على السي دي ولا الدي في دي هيبقى لها رأي تاني. ليه؟ ليه؟ قول لي انت ليه؟ ليه؟ علشان اللي جوه الدي في دي والسي دي مرات عمك لازم اللي ساكنه معاك في نفس الفل. نفس الفل وانت عارف وساكت. ساعتها مراتك لما تعرف الكلام ده كله الكلام هيبقى له ولا تانية. صح؟ هقول برضو. تصبح على خير يا دكتور. ايه القرف ده؟ أخيراً يا حسام. أنا مصدقتش نفسي لما سمعت يارا بتكلمك في التليفون. كان هين عليا أخد منها التليفون وأسمع صوتك بنفسي. بس لولا بقى أنت محرج عليا إن أنا ما أقولهاش أي حاجة بينا. وحشتيني. أنت شارب حاجة ولا مسطول على الصبح يا غازي؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتهزر؟ هي دي حاجات فيها هزار برضو يا عمر. انت مجنون يا ابني؟ انت مش متجوز صفا؟ يا عمر انت بقالك فترة بعيد، ناسي صحابك، ما تعرفش حاجة عن اي حد. مش فاهم. انا وصفا اتطلقنا. دي النهاية الطبيعية لأي علاقة اتبنت على أساس غلط. غلط؟ أنت مش قايل إنك بتحبها وهي بتحبك؟ يمكن هي كانت بتحاول تنسى وأنا اللي ما فهمتش. تنسى يا غازي؟ دي جولة أفلام قديمة دي. تنساك أنت يا عمر. بلاش كلام فارغ. دي الحقيقة. وانا كمان كنت بحاول اهرب من احساسي باكتافينا. يا ابني بس يا ابني، احساسك بمين؟ اكتافينا دي اختك الكبيره، اختك الكبيره، في فرق سن بينكم. اختك مش كبيره قوي كده يا عمر. اوه يا غازي، اللي بيني وبين صفوة يا غازي خلص من زمان، فمفيش حاجه تفتكرها علشان تنساها. انا حكايتي مع صفوة خلصت، انا جاي النهارده بكلمك بخصوص حكايتي مع تينا. حكايتي يا ابني؟ أنا مش مستوعب أصلاً إن أنت طلقت صفوة علشان تتقدم. غازي انسى الموضوع ده خالص، اكتفينا أختك الكبيرة، أختك الكبيرة. ده غير إن هي ما بتفكرش في الجواز أصلاً خالص، ولا يمكن يخطر على بالها إنها تتجوز تاني. انسى الموضوع ده. إزاي؟ لو ما عندكش مانع اعتبرها موافقة. لازم اطمن قبل ما احط نفسي في موقف زي ده. قلت لك ايه؟ ما قلتلوش حاجه، مع اني فضلت قاعده مستنيه طول الليل عشان افتح معاه الموضوع، بس في الاخر ما قدرتش. ليه بس يا تينا؟ انت عارفه ان عمر بيحبك قوي، والاكيد ان تهمه مصلحتك جدا، ومش هيقف في وش سعادتك. انا متاكده من اللي انت بتقوليه ده كله. أمال إيه اللي خلاكي ما تفتحيش الموضوع معاه؟ عارفة إحساس الأم لما تروح تقول لابنها أنا عايزة أتجوز؟ ده أصعب إحساس بتشوفه الست في حياتها.
تينا يا حبيبتي اولا انتي مش ام، انتي اخته، والفرق بينكم مش كتير. ما يفرقش كتير على اللي بيني وبين غازي، مش كده؟ ما تحسبيهاش كده بقى. هي ما تتحسبش الا كده. انتي بتصعبيها على نفسك قوي يا تينا. يا لمار هي صعبه بجد، صعبه قوي، وانا ما فيش اي حاجه في ايديا غير ان اسيبها على ربنا ونعم بالله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جيت في وقتي.